على مزيكا فام. معز، شنو ثم في كارتاج بلوس بالنسبه للمشاهد التونسي اللي يستنى كارتاج بلوس؟ ممكن نحكيوا على كارتاج بلوس انه خلينا نقولوا جلبت المشاهد ايامات الكورونا اكثر، يظهر لي بيرود هذيا خلينا نقولوا انا في سنه كارتاج بلوس 50-50. شوف انا نتخيل بانه كارتاج بلوس هي اكثر تلفزه متضرره من الكورونا، لانه نعتقد بانه فما زوز اعمال بركه ما تعداوش السنه، هو المشاعر الثاني والحرقه لسعد الوسلاتي على الوطنيه الاولى. تعرف انه احنا كان يحكي سيدرير كبيره من قناه نسمة قال انه بداوا بكري في كارتاج بلوس، بدينا بكري معناها مشاعر بدا يتصور بكري، زميلي المنتج عمر شريف كان يحضر في كاميرا كاشيه على بكري، لكن كان التصوير نتاع الكاميرا كاشيه باش يصير الشهر اللي فات لانه كانت ناس باش تجي من الخارج، وعمل كان كبير ياسر وضخم ياسر، حتى معناها يضاهي الاعمال اللي تراو فيهم في العالم العربي الكل من ناحيه الكاميرا كاشيك، حاجه جديده عمر ما تفرج فيها التونسي. ومشاعر كيف كيف القناه حطت كل الامكانيات نتاعها على مشاعر اثنين، باش يكون اقوى من مشاعر واحد، باش يكون 30 حلقه ويتواصل بعد رمضان. هذه كانت الفكره نتاع القناه، لكن على غالب جت الازمه نتاع الكورونا. تعرفوا انه مشاعر فيه ممثلين جزائريين اختاروا انهم يروحوا الجزائر، في مخرج تركي، في فريق عمل تركي روحوا وما زاد تركيا، وتوقف العمل مشاعر، وكيف كيف الكاميرا خفيه ما صارتش. معناها البرمجه اللي كانت تحضر فيها قناه كارتاج بلوس تقريبا الكلها ما صارتش. اللي بقى بانه هناك برنامج العاب يتعدى مباشره بعد شقان الفترة اسمه المطار، بعد ثم مسلسل العميل 86 وعلى العمل القديم عنده سنوات من اللي تعمل ما بين الصين وما بين تونس في برشا أكسيون يتعدى بعد المطار، وبعد ثم الجزء الثاني نتاع زوج مسلسلات تركية اللي هو مام معيني وخويا وعدوي. لكن حب نأكد بأنه معناها مش هذه البرمجة اللي كانت الظروف ما خدمتش كارتاج بلوس، ما خدمتش بالكل، يعني ظروف ما خدمتش بالكل. المسلسلات البقية الكل يظهر لي يكملوا التصوير نتاعهم، حاجة باهية يكملوا التصوير نتاعهم، على الأقل الواحد يبقى فيش يتفرج في رمضان. لكن بالنسبة لكارتاج بلوس الظروف ما كانتش باهية بالكل، لك من المشاعر لا تعملت الكاميرا كاشي. وبالنسبة لمعز من الغربية مازال عنده سويفي نتاع كورونا في رمضان؟ ثم برمجة خاصة بالنسبة لكورونا يعني تقعد مرة في الجمعة ولا لا؟ لا ساكونت ساكونت يرجع بعد رمضان. انا من اعتقد وهذا رايي ووافقوني فيه اداره القناه بانه مثل هالبرامج ما تمشيش مع طبيعه شهر رمضان، لان تو حل التلفزه نفرش في فما لطفي العبدلي في التاسعه، فما جعفر في الحوار، الناس تستهلك اكثر برامج نتاع ديفيرتيسمون، تحب ترتاح قاعدين يشوفوا في كيستي، مش باش يتفرجوا في الكورونا وعدادهم ووزير والسياسه كانت صحيحه والا غلطه وتحقيقات وفي الجهات وغيرهم. فانا نرى بانه من المستحسن بانه نخليه المشاهد يتفرج يبقى في عاداته في شهر رمضان، وما نزيدوش عليه البرامج السياسيه اللي تنجم تكون ثقيله شويه. قبل كانت الناس عندها اهتمام، يمكن في رمضان باش يقل شويه الاهتمام على البرامج اللي من نوعيه سانكون سانكون. شكرا لك معز، يعطيك الصحه، ميرسي بوكو على التوضيحات. بالنسبه لكارتاج بلوس على رمضانك مبروك وكل عام وانت حي. الف